السلام عليكم ورحمة الله الخوت، كي جايين بخير؟ أموركم هانية؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. فالموضوع ديال اليوم الخوت وهو على واحد جوج النقاط اللي هي مهمة باش نكسبوا واحد الإنتاج اللي هو غزير في هذا الموسم تاع التزاوج. لهذا خصكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر إن شاء الله. فالنقطة الأولى الخوت وهي غادي نهضروا على الوقت المثالي يعني التزاوج. اما النقطه الثانيه فهي اسهل طريقه باش نضمنوا تزاوج ناجح يعني وبدون شجار بين الذكر والانثى. فكما كتعرفوا الخوت كنشوف بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي يعني بعض الناس كنشوفهم كيليحوا يعني الطيور جاهزه وحطت البيض يعني وقدت العش وتزوجوا وماتوا الفراخ، وهذا راجع السبب يعني عدم احترام الوقت. فكاينين بعض الناس اللي يقدروا يزوجوا من هاد الوقيته يعني شهر 11، وهو الناس اللي موفره الاجواء الملائمه، وهاد الاجواء الملائمه يعني تتجلى في واحد جوج تاع النقاط. النقطه الاولى وهي درجه الحراره، يعني درجه الحراره خص تكون 25 فما فوق يعني 30 درجه. اما النقطه الثانيه وهي على ساعات الضوء، يعني ساعات ضوء النهار، يعني خاص تكون من 12 ساعة حتى 15 ساعة في النهار، تكون موفر ليهم هاد الأجواء هادي إلا بيتي تخدم يعني في هاد الوقت هادي اللي قبل من الموسم تاع التزاوج. أما الموسم الطبيعي فهو تيكون من أواخر تاع شهر 12 والبداية تاع شهر 1 إن شاء الله. هذا هو الطبيعي اللي كيمشي عليه الطيور في الطبيعة أصلا، يعني عندما تبدأ ساعات النهار كطوال والحرارة كتبدأ يعني كتنخفض درجة حرارة البرودة، يعني كتبدأ الحرارة تسخن شوية في النار. لهذا نصيحتي الخوت يعني جميع الموربيين اللي ما موفرينش درجة الحرارة وساعات الضوء يعني التايمر وكيجي لهم الضوء يعني اللي خاصهم 15 ساعة في النار و درجة الحرارة 25 حتى 30 درجة في النهار، يعني بلا ما تبدا ترهق في الطيور تاعك، خليهم حتى توصل يعني الوقيتة اللي هي مناسبة وطبيعية 100%، يعني احترام الوقت راه من أسرار الإنتاج. أما بالنسبة للناس اللي عندها موفرة هاد جوج شروط عندها، يعني يمكن لها تبدا حتى من دابا، راه ماشي مشكل وما غادي يزرعوا لا فراخ لا والو. أما النقطة الثانية وهي كيفية تسهيل عملية التزاوج يعني بين الذكر والأنثى، فهي اللي غادي نهضرو عليها دابا. أول حاجة الإخوان وهي ملي غادي يسالي إن شاء الله شهر 11 نحيو كاع الحاجز البلاستيكي، كما كتشوفوا الحاجز البلاستيكي ما كاينش، يعني هذا ذكر وهذه أنثى وهذه أنثى، يعني تشوفوا بعضهم البعض ولكن الحاجز البلاستيكي ما كاينش. كما كتشوفوا الخوت يعني هنا كاين ذكر وانثى، نحي الحاجز البلاستيكي بحال هكا ونخلي الحاجز السلكي، يعني شوفوا بعضهم البعض بصح هو ما كاينينش بجوج. علاش كنديروا هذه الطريقه؟ هذه الطريقه كنديروها باش الذكر يتعرف على الانثى، يعني ومن بعد فاش حنا نحطوا لهم نحطوا الانثى العش وتقاد العش ونطلقوا الذكر ما يوقعش واحد الشجار، يعني يكونوا ديك الساعه متوالفين مع بعضهم البعض. من بعد غيبان لك الذكر والانثى في هذا التحت ديال القفص، يعني كيقبلوا بعضهم البعض وتيوكلوا بعضهم البعض. بهذه العمليه يعني غادي تعرف بانهم موالفين بعضهم وغادي يوقع لا شجار لا والو بيناتهم. ولكن كاين واحد النقطه خصكم ترطوا لها البال، اني حيدت الحاجز البلاستيكي لهذا القفص، يعني ما نحيدش هذا الحاجز هذا، يعني كل زويجة نخليها في القفص تاعها وحدة ما تشوف الأخرى، يعني هي الذكر يشوف الأنثى ولكن ما يشوفوش القفص الآخر، يعني باش يعرفوا بعضهم فقط. إما هاد الحاجز هذا كنخليوه طوال السنة، يعني طوال مدة الإنتاج كنخليوه هكاك بيناتهم، كل زويجة يعني نحيدوا لها الحاجز البلاستيكي بحال هكا ونخليوهم يشوفوا بعضهم البعض. يعني راه ما كاينش فهاد العملية الخوت، حنا كنكونوا سهلنا عندنا بزاف ديال المأمورية وسهلنا
هذيك الطريق ديال التزاوج بين الذكر والانثى، يعني باش ما يوقعش واحد الشجار. يعني كما كتعرفها كاين بزاف ديال الاخوه كيجيب ذكر وانثى وكيتلاقاهم كيوقع شجار، يعني ما كيتفاهموش كيبقاو غير هكا ما يبيضوا ما والو. ولهذا هذه احسن طريقه اللي كنستعملها انا، يعني هاد الاواخر ديال شهر 11 كنخلي الطيور جاولي بحال هكا باش عرفوا بعضهم البعض. من بعد كيبانوا لك كيقبلوا بعضهم كما قلنا، كيوكلوا بعضهم، من هنا تعرف انهم متفاهمين 100%. وكتحط لهم العش، يعني تكوبلاو بلا مشاكل بلا والو. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، وكنتمنى نكون فدت ولا واحد منكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.